السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فيعني شكر خاص للإخوة اللي حضروا الدرس النهاردة وأخواتنا اللي حضروا الدرس النهاردة، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، وربنا يستعملنا لنصر الدين في الأرض، اللهم أمين يا رب، وربنا يجعلنا من أهل الاستمرار في العمل الصالح الذين لا ينقطعون لأي سبب من الأسباب. وسددكم الله إخواني وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة، أنا يعني كنت متوقع أن النهاردة عشان ظروف اليوم إن ممكن في ناس بالذات إخواننا اللي بيجوا من سفر أو كده، إن في ناس ما تقدر ان هي تيجي، عشان كده يعني يا ربنا ييسر النهارده باذن الله ان احنا هنراجع على الاربع مرات اللي احنا اتكلمنا فيهم في سوره مريم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني النهارده باذن الله هنقف وقفه كده مع كتاب الله ومع معاني من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تلك ايات الكتاب المبين، المبين اللي هيبين لك كل حاجه. زي ما تكون عربيه ماشيه في ضباب فعملوا لها كشافات للضباب، كشافات لما الضباب يملا الطريق، فالقران بيبين لك الطريق، طريق بلا معالم، ويصبح بعد كتاب الله سبحانه وتعالى له معالم وانت تسير الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده المصاحف بقى تتوزع، وحد يجيب لي مصحف انا كمان مصحف. جزاك الله خيرا. يلا اخواننا بقى واخواتنا يفتحوا سورة مريم صاد 305. صاد 305 ايه؟ ما خلاص ده كفى بالنسبة لي، افتحه لك. لا افتحه لك انت. امال انت جبتها لمين؟ ليك بجد؟ طب جزاك الله خير. ايه؟ لا ما النهارده مش يوم حلويات. مش كل يوم بقى، مش كل مناسبه. يلا يا اخواني في الله. ها فتحتوا المصاحف بتاعتكم. صاد 305 سورة مريم كاف هي عين صاد. احنا بفضل ومنة الله خلصنا لحد دلوقتي اربع مرات في السورة، يعني وصلنا لحد آية 59 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا. لسالنا مرة واحدة بس اللي هي الصفحتين ونص اللي باقيين بالسورة، اللي هما بقى المتمردون على الرحمن، اللي هو النصف الثاني من السورة ده، هيبقى مرة واحدة بس بإذن الله سبحانه وتعالى. واحنا ماشيين في دروس الصلاة والخشوع في الصلاة، ولكن المرة دي يعني ايه، قلنا ان احنا نقف مع مراجعة على سورة مريم مراعاة ل يعني غياب جزء من يعني من الإخوة كبير النهاردة، وفي نفس الوقت برضو لأن كان لازم نقف وقفة مع مراجعة سورة مريم. طيب سورة مريم يا جماعة نراجع مع بعض كده بسرعة ونركز مع بعض في المعاني الأساسية اللي في السورة. أول حاجة سورة مريم رسائل. سورة مريم قلنا إنها نازلة قبل هجرة الحبشة، خدوا بالكم من هذه المعلومات عشان لما يجي الامتحان يبقى أنت يعني واخد بالك إيه المعلومات اللي أنا ركزت عليها أساسا، إيه أهم معلومات يهمني إن أنت طلعت بقى من سورة مريم، وإن أنت طلعت بقى من السورة. سورة مريم نازلة امتى؟ قبل هجرة الحبشة. يعني ايه قبل هجرة الحبشة؟ يعني قبل عمل من ايام سيدنا ابراهيم محدش عمله في الكرة الارضية، يعني احياء لسنة عظيمة مهولة، وهي سنة ان نترك الاوطان من اجل الله. يبقى كان لازم ان الصور اللي نزلت في المرحلة دي تبقى صور تأهيلية لهذا القرار البطولي العظيم من المؤمنين. طيب ده زمن نزول السورة. يبقى اذا سورة مريم رسائل. رسائل لمين؟ رقم واحد رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام، رسائل لقادة الدعوة. الوقت احنا في واقع صعب، والمشركين بيضطهدون اضطهاد شديد لدرجة ان في ناس قتلت زي السيدة سمية رضي الله عنها. ممكن ناس تتصدم نفسيا باللي بيحصل وتخرج عن خط سير الدعوة، وتخرج عن قول لا قل هذه سبيلي ادعو الى الله، وتحت يعني حماس الاستعجال تبدأ في الاصطدام بأهل الباطل، وتبقى النتيجة في النهاية نتيجة غير مرضية. ليه؟ لان الاستعجال، من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأول رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام عدم الاستعجال. قول الله في آية 5 وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك إيه؟ ولي يعني ايه؟ اديني ابني يا رب لما يكبر هو اللي يقود الامه، وهو اللي ايه؟ اللي يبقى يليني في امر الدعوه وينوب عني في امر الدعوه. طيب الوقت
سيدنا زكريا كده قدامه 30 سنة، عم مراته تحمل وعم الطفل يجي وعم يكبر وعم يتربى وعم يتعلم كل ده. احنا عايزين حل سريع زي الوقتي، الاخوة والاخوات عايزين حل في شهرين، عايزين حل في 3 شهور، عايزين حل. عشان كده الناس الوقت بتلجأ الى الوسائل السريعة. ليه؟ يعني ال3 سنين اللي فاتوا كنت تقول للاخ في انتخابات الاخوة تسيب بيوتها وتجري، تقول للاخوة الدعوة الى الله، ولا واحد يقوم، ولا واحد بمعنى كلمة ولا واحد، ولا واحد بمعنى الكلمة وليس من باب المبالغة، ولا واحد يعمل اي حاجة. ليه؟ الدعوة يا لسه هننزل ونتكلم، وده يقبل وده يرفض، ولما يجي المسجد اقعد اربي فيهم، وبعد ما اربي فيهم يحصل لهم مشاكل وامشي معهم الطريق، وعلى ما يبقوا رجالة لا يا عم، ده الانتخابات في يومين وخلاص ونبقى مسكنا البلد. هي دي المصيبة يا جماعة، مصيبة. عشان كده دي اللي بتعالجها قول لا فهب من لدنك ولية. انا مستعد اصبر 30 سنة يا رب بس ابقى ماشي صح. ان اللي عايز يوصل يمشي صح. القضية مش قضية حلول سريعة، انفجارية. ثم بعد الحلول السريعة الانفجارية تلاقي نفسك لسه في مكانك. انت كنت عايش مخدوع انك انت خطيت لقدام. الطريق الى الله والطريق الى التمكين طريق له سلالم، ما فيش حاجة اسمها خطوة تتاخد. عارفين مصيبة كثير من الاخوة السلفيين يا جماعة، وانا رجل سلفي وانا اعتز بسلفيتي وانا اعتبر ان السلفية عقيدة وليست مجرد منهج، بس انتوا عارفين الواحد بينظر الى هذا الطيار الجامح العظيم بعيون حزينة. عارفين مشكلة السلفيين يا جماعة، مشكلة الاخوة والاخوات في السلفية العامة، انهم ما بيعيدوش السنة مرتين، انهم لما بيسقطوا بينصوا على السنة اللي بعدها. بيدخل ابتدائي يسقط يوم داخل اعداد، يسقط يوم داخل ثانوي، يسقط يوم داخل جامعة. كده سميها زي ما انت عايز بقى، بلطجة تربوية، بلطجة اخوية، سميها زي ما انت عايز. الاخ يدخل ابتدائي في اول التزام والتربية القلبية والايمانيات، ولازم يعيش له سنتين ثلاثة في المجاهدة القلبية واصلاح القلوب وقيام الليل وصيام النهار والذكر والتدبر في الخلق والعلاقة مع القرآن وحضور الدروس الإيمانية، ولازم يعيش الفترة دي. الأخ ما يعيشهاش، يسقط في ابتدائي، يسقط في إصلاح قلبه، يقوم نطط على طلب العلم. يا ابني ازاي دخلت إعدادي؟ هو كده دخل على طلب العلم ومسك كتاب الشرح الممتع وفي إيده التانية كتاب مش عارف إيه وجري وعمل وخط، بعد كده سقط في طلب العلم. ما ينفعش، ما هو طلع غلط أصلا. هينجح في إعدادي ازاي وسقط ابتدائية؟ يقوم ينط على ثانوي، يقوم داخل على الدعوة إلى الله. أنا بقيت داعية وأنا هطلع منبر وعندي خطبة الجمعة الجاية. يا ابني ازاي؟ يا ابني هي كده، هي بالدراع. انا طالع الحمد لله وفي ناس بتنتفع وفي ناس. حبيبي مش هينفع، طريق الدعوة مليان فتن. هتصمد ازاي؟ هتبقى راجل ازاي؟ لازم دخل الدعوة معرفش يشتغل في الدعوة، صوت يوم نطت على المرحلة اللي بعدها، انا بقيت شيخ مشيخة بقى، انا بقيت شيخ ولا عاملني غير شيخ، هقصي من حياتي وانا شيخ غصب عن عين الكل. هو فيها يا جماعة؟ هو في ايه؟ يا ابني لما تسقط سنة عيدها، يا ابني لما تلاقي نفسك مش عارف تقوم الليل صابر لحد ما تقوم الليل. انما اللي يقع من طريقه خطوه، هي دي مصيبتنا، ان احنا بنستعجل. ففي الاخر الاخ بعد 10 سنين التزام يلاقي نفسه ما وصلش، يلاقي نفسه ما عرفش انه يحقق حاجه في علاقته بربنا او لدينه، فيسال ليه؟ لانك انت تعاملت تعامل غلط مع نفسك. هي دي، هب لي من لدنك وليا يا رب انا هبنيه خطوه خطوه لحد ما يطلع ينفع يقود الامه. انما احنا مشكلتنا احنا عايزين انتخابات في يومين وتقوم خلصانه، عايزين اي وسيله اخرى يومين وتبقى خلصانه. انا لا اجرح اخواني الذين يمارسون الجهاد السياسي، ولا اجرح مشاعر اخواني الذين يتلهفون على النصر، ولكنني اتكلم في الواقع الذي فعله الانبياء، ولكنني اتكلم في خط السير الذي اتخذه من كتاب الله. يبقى اول رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة عدم الاستعجال. يبقى سورة مريم رسائل، رسالة اولانية رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام، من ضمنها وقفنا عند قول الله فهب لي من لدنك وليا. ياه احنا لسه هنستنى. عشان كده قلت لكم ليه الاخوة رفض طريق الدعوة. ليه؟ اول حاجة طبعا بسبب انه عنده فطور ايماني ومش قادر يضحي التضحيات بتاعت الدعوة. انما السبب الاساسي ايه؟ انه هو مستعجل، ملهوف، عامل زي الاخ، انا عايز اتربى، اعمل ايه؟ يا ابني احفظ قرآن وامشي مع اخويا. لا لا لا، هو عايز حاجة سريعة. مفيش حاجة سريعة يا جماعة،
يا اخوانا حتة اللحمة لو حطتها على النار مباشرة عشان تستوي بعد دقيقتين هتبقى متفحمة من بره وبدمها من جوه، انما لما احطها في مية وهد عليها النار بعد ساعتين هتبقى موردة زي الورد من بره ومستوية من جوه. اصبر اصبروا يا اخوانا، لا عادي، استعجال في تربيتك هو اكبر سبب في عدم تربيتك، الاستعجال في انك انت تتصدر وتتصعد هو اكبر سبب في عدم اثمارك، الاستعجال من التيار الاسلامي في الوصول للتمكين هو اكبر سبب لعدم الوصول للتمكين، استعجال، والاستعجال يجيب انانيه ويجيب رغبه في الاستئثار وعدم تعاون وعدم شراكه وعدم تفاهم وفي النهايه كارثه. وفي النهاية كمية التضحيات التي بذلت من 80 سنة من أول نشوء الصحوة الإسلامية الحديثة إلى الآن، كمية تضحيات مهولة، والثمرة فين الثمرة؟ والثمرة لا تتناسب مع كمية التضحيات. ليه؟ استعجال، استعجال. المهم ايه؟ المهم انك مش عايزين نتبع هذا الامر، احنا عايزين نسير الى الله صح. سورة مريم بتدينا خط سير صح في الطريق الى الله. مش الانبياء دول اعظم شخصيات تغييرية؟ يعني امبارح كنت بسمع يعني حاجات كده في علم الادارة، فواحد اللي بيدي المحاضرة بيقول ايه؟ بيقول في 5 دقائق احنا ممكن كلنا نوصل لايه؟ لقرار في حاجة معينة، فبس من غير ما نتناقش. ازاي؟ ان كل واحد يكتب في ورقه اللي وصل له وناخد اغلبيه ونحدد. فقال لك طب ليه ما في ناس هتقول لك طب ما تسيبنا نتناقش؟ قال لك ثبت من علماء الاداره بالدراسات ان احنا لو قعدنا نتناقش لحد الفجر هنوصل للي احنا وصلنا له في 5 دقائق ده، انما هي كتر كلامه وخلاص. وكان الانسان اكثر شيء ايه؟ جدل. وفر عمرك. هو كده بالظبط يا جماعه الانبياء. لا لا لا، انا مالي يا عم بمنك سيدنا زكريا، وانا مالي بمنك سيدنا عيسى، وانا مالي بمنك سيدنا ابراهيم. دي الحقيقه يا اخوانا، هذا ليس كلام صادق، دي الحقيقه. هو مين الوقت اللي ماشي على خط السير كل ما بيقول لك انا عامل الخطوه دي؟ لان سيدنا يوسف عمل كذا، سيدنا محمد عمل كذا، سيدنا ابراهيم عمل كذا، سيدنا زكريا عمل كذا. لا يا عم، ده دول كان لهم وقع واحنا لنا وقع تاني. خلاص انت حر. قال لا، طب ما هم ما مسكوش دوله في سوره مريم. خلاص يا حبيبي، ما هو ده وقعهم، هو ده قدر الدعوه في هذا الوقت. ماذا تفعل؟ هو ده قدر الدعوه في هذا الوقت. لو قعدت للصبح تحاول محاولات تانية، هو ده كان احسن سبيل في هذا الوقت. هعمل ايه؟ انا نزلت وكلمت الناس بالقرآن، ونزلت للشباب في القهاوي بالقرآن، وقعدت اديهم المصاحف واعلمهم واعظهم، مفيش حد جه. مش الحل ان انا كنت اسيب القرآن واسيب السنة واشوف اي طريقة تانية؟ هو ده اخر استعدادهم، هعمل لهم ايه؟ هو ده استجابتهم الايمانية، هعمل لهم ايه؟ لو موتت نفسي مش عايزين يلتزموا، هعمل لهم ايه؟ يعني هقهر قلبي وخلاص. هو ربنا قال انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يعني انا هعمل ايه؟ يعني كأني في ختم سورة النمل ربنا بيعلم النبي، هتعمل ايه؟ واحد مش عايز دين هتعمل له ايه؟ مجتمع مش عايز شريعة هنعمل له ايه؟ غصب عن عينه هضربه على دماغه هيعوز الشريعه. يبقى الحل ان احنا ندعو ونربي ونوصل الصفوف مع بعض ونجهر بكلمه الحق، فمن اراد فليسمعها ومن لم يشا فلا يسمعها، ونجهر بكلمه الحق فوق الظالمين وليكن ما يكون، ولكن انا ماشي على منهج الانبياء. لا كده ما وصلناش الحكم، طب انا اعمل ايه؟ هو ده الناس دلوقتي. سيدنا زكريا مات والدين ما قامش، مات وفلسطين محتلة، وعيسى رفع وفلسطين محتلة، ودحية ذبح وفلسطين محتلة، ومريم ماتت وفلسطين محتلة، هيعملوا ايه؟ ماذا نفعل اذا كنا نعيش وسط مجتمعات كثير منها يعبد الدنيا عبادة؟ زي ما ربنا قال يدعو الانسان بالخير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لا يسأم، اقصد لا يسأم الانسان من دعاء الخير. بعض المفسرين قال لك اي من عبادة الخير. الناس بتصلي وتصوم للدنيا، بتصلي لها وتصومها، نعمل ايه؟ الشاب بيبقى ساكن في المنصورة بيسافر كل يوم القاهرة عشان يحضر المحاضرة بتاعته كل يوم، وتيجي تقول له تعالى في درس مرة في الاسبوع بينه وبين بيتك ربع ساعة مشي او ركوب، يقول لك يا ده بعيد قوي وانا ظروف. هو طافح الدم عشان الدنيا، بل طافح الدم عشان حتة ورقة هيعلقها في الاخر على الحيطة مش هيستفاد منها اي حاجة كمان. هنعمل للناس ايه يا جماعة؟
يعني هنخرج عن سبيل الانبياء من كتر الضغط النفسي اللي احنا ضغطينه على نفسنا ليه؟ هو احنا لينا طريق نتعبد لله به ونؤمن بطريق الانبياء، طريق الانبياء. عشان كده من الرسالة الاولى عدم الاستعجال. عدم الاستعجال يعني ان انت يا محمد ابن عبد الله عندك خط سير، انتم ايها القادة في الاصلاح، انتم ايها المصلحون عندكم خط سير ما تخرجوش عنه، خط العبادة والتربية الايمانية والقلبية، خط الدعوة والنزول للناس، خط الجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين دون اصطدام باهل الباطل. عندك خط سير اثبت عليه. طب يا رب الخط ده بقى ايه؟ الباب ما بيجيبش كباب. طب وانا اعمل لك ايه يا رب؟ اصل يا رب ما فيش تمكين. يا عم قدرك في هذا الزمان كده، امال لو كنت عشت ايام الاندلس وهي بتتنصر كنت عملت ايه؟ والمسلمين بيتحرقوا هناك كنت عملت ايه؟ امال لو كنت عشت ايام الخلافة العباسية وهي بتقع والخليفة بيتضرب بالجزم لحد ما اتقتل جوه الشوال عشان دمه ما يقعش على الارض كنت عملت ايه؟ امال لو كنت عشت يوم ما فلسطين احتلت والصليبيين دخلوها وذبحوا مليون بني ادم وشووا لحوم الاطفال وكلوها كنت عملت ايه؟ لا يا اخي هذا منهج ايا ما كانت الظروف، هذا منهج نحن نعمل به. وحينما يأذن الله بالجهاد وحينما يفتح الجهاد الشرعي، ايه علامة الجهاد الشرعي؟ ان يكون وراء العلماء مش وراء الشباب المتحمس. يعني هنجاهد في سبيل الله جميل جدا، انما علامة الجهاد الشرعي ايه؟ ان يكون الصف الاول في الجهاد هم علماء الامة، علماء الامة، انما مش الصف الاول شباب متحمس وانا بجري وراء. انت ليس لك الا روح واحدة تتاجر بها مع الله، ما تتاجرش بها في حاجة ما هيش اربح تجارة، انت مالكش غير نفس واحدة بس، تاجر بقى صح، ابذلها صح. هذا ليس جبن وانما هذا منهج، وهذا تعبد لله سبحانه وتعالى وليس بحماس اجوف. فهب لي من لدنك وليا. طيب يعني اذا ننكر على باقي الطيارات الاسلامية اللي مش ماشية على الكلام ده، اللي مش طريقهم هو الدعوة والتربية وكلمة الحق فوق الظالمين دون اصطدام واصلاح القلوب والعبادة، الناس اللي مش منهجة ننكر عليها؟ لا ما تنكرش عليها. هو سيدنا زكريا هنا، ما سيدنا زكريا الناس اللي كانت امامه هنا كان منهم ناس، ده كلام تاريخي، كان منهم ناس سياسيين وكان منهم ناس يقولك ملناش دعوة غير بالكتب الشرعية ومذاكرتها، وكان فينهم ناس اعتزاليين يقول لك هي العبادة وبس. كان ناس يا عم اللي عايز يشتغل يشتغل، يا عم اللي عايز يتبع اي وسيلة تغييرية يتبع، انما انا هتاجر مع ربنا بنفسي الواحدة بروح الواحدة في منهج الانبياء. ما فهمت انه منهج الانبياء؟ انما اللي عايز يدخل انتخابات يدخل، اللي عايز يدخل في الكفاح السياسي يدخل، اللي عايز يدخل في اي وسيلة تغييرية يدخل. ولكن بالنسبة لنا انا مؤمن باللي انا شايفه قدام عيني ده، انا مؤمن باللي انا شفت انبياء الله بيعملوه، انا مؤمن باللي النبي صبر عليه 13 سنة في مكة، وكثير من الصحابة لم يكن يصبر عليه وكان يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بان هم ياخدوا رد اصطدامي. وسعد بن عبادة قال للنبي، قال له لو شئت ان نميل على اهل منن غدا باسيافنا لملنا. يا رسول الله يلا يلا، 100 واحد كانوا بيقول للنبي يلا، مفيش حاجة اسمها يلا، ده خط سير يا اخوانا، ده خط سير. الناس تتربى، الدعوة توصل للمجتمع بصورة واضحة، يطلع رجالة مستعدين انهم يضحوا بحياتهم عشان دين ربنا وعشان تكون كلمة الله العليا. صف يبقى متربي بحقه حقيقي، مش منظر من بره وخلاص، ومن جوه الناس فاضية وفارغة. طب انت دلوقتي بتقول لي يعني عايزين نتباين، اخوان عايزين نتباين. يبقى اذا الملمح الاول ملمح عدم الاستعجال، الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية وهي رسالة رسالة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان سورة مريم يا جماعة زي ما قلت لكم نازلة قبل هجرة الحبشة، يبقى كان الكلام اللي في سورة مريم ده كان مطلوب ان الصحابة يقفوا في وش النجاشي ويجاروا بيه. يعني مين قال ان منهج الدعوة ده منهج بسيط؟ يقف في وش النجاشي ده لو طردهم يتقتلوا، يعني الموضوع مش بسيط. وكان مطلوب ان هم يجيبوا قصة مريم وعيسى ويجهروا بيها في وش النجاشي، وعمر بن العاص واقف يقول له ده بيقولوا على عيسى انه بشر مش اله، ووقف الصحابة وقالوا كلام الحق في القرآن وبكى النجاشي واسلم. كلمة حق ممكن يكون تمنها حياتك انما انت لازم تجهر بيها. يبقى تمهيل للصحابة ان المشي في طريق نصرة الدين ممكن يبقى تمنه غالي ولكن لازم تستحمله. عشان كده جاب اعتزال مريم اتخذت من دونهم حجابة، وجاب اعتزال سيدنا ابراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ان ممكن الدين ان انا اسيب وطني واسيب كل حاجة اتعلق بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى. مين فيكم يقدر ياخد القرار ده؟ القرار ده صعب اخوانا. اما كنت مسافر بنجلاديش قالوا لي الطياره 12 ساعه، وقالوا لي بنجلاديش ده افقر بلد في العالم،
وبنجلاديش ديت اما تروح هناك بنجلاديش دي البيوت كلها بالحديد، يعني هناك عصابات مرعبه، يعني هناك نسبه الجريمه نسبه مرعبه. احنا في مصر هنا في امان، هناك ما فيش بيت مش متحصن بالحديد كل ادواره وكل بواباته. يعني هناك يقول لك ان الجريمه هناك مرعبه والعصابات وانت رايح في بلد لا انت عارف لغتها ولا انت عارف، ولكن عشان دينك، عشان دينك لعل ربنا يقربك منه خطوه. فالهجره للدين، تخيل بقى واحد هيسيب حياته كلها، قرارات صعبه جدا، عايزه نفسيات صلبه، عايزه نفسيات متربيه صح عشان تقدر تاخد هذه القرارات لدين الله. سورة مريم رسالة برضو، رسائل للسالكين إلى الله، يعني إيه؟ اللي عايزين يوصلوا ربنا، طالبي الوصول إلى الله، طالبي الوصول بقلوبهم إلى رب العالمين. سورة مريم بتتكلم عن أعظم علاقة في الوجود بين الله وبين عبد وبين العبد، بين الرب وبين العبد. عشان كده السورة يعني بتقول لك ذكر رحمة ربك، رحمة ربنا، وحنانا من لدنا، حنان ربنا، سيجعل لهم الرحمن ود ربنا، إنه كان بي حفية، حفاوة ربنا. سورة بتقول لك ماذا لو أحبك الله؟ تعرف يعني إيه ربنا يودك؟ أنت عارف يعني إيه ربنا يحتفي بيكي؟ أنت عارف يعني إيه ربنا يلقاك بحفاوة في الدنيا وفي الآخرة؟ وإن احتفى بك في الدنيا سيحتفي بك في الآخرة. لو ربنا ملى حياتك بالعطاءات في الدنيا، لو ربنا ملى حياتك بالكرامات في الدنيا، لو ربنا قبلك في الدنيا، يبقى ربنا يعمل لك إيه لما تموت؟ الإنسان اللي ربنا بيرتب له حياته، الإنسان اللي ربنا بيعامله ورسائل معاملة ربنا مالية حياته، الإنسان اللي ربنا مالي حياته بنفحات منه وبتدبير منه، الإنسان اللي حياته مليانة رسائل ربانية، رسائل إعانة ورسائل مدد ورسائل فتح ورسائل ود ورسائل رحمة. أنا عايز أسأل أي حد منكم آخر مرة شفت رؤية صالحة كانت إمتى؟ آخر مرة رفعت إيدك وقلت يا رب وتنزلت الإجابة كفلق الصبح كانت إمتى؟ آخر مرة شفت رسالة معاملة من ربنا كانت إمتى؟ أنا الأسئلة دي لو لم تكن موجودة في حياتك فهي كارثة. في أربع ألفاظ هنا من ألفاظ حب الله في الصورة، رحمة الله وود الله وحفاوة الله وحنان الله. انت الاربع الفاظ دول علامتهم في حياتك ايه؟ لو لم يكونوا موجودين في حياتك وحياتك فانت في كارثة، فانت في خطر. دي سنن من سنن ربنا يا جماعة. مش لازم الصالح كل دعاء ليستجاب، مش لازم الصالح كل ما ينام يشوف رؤية صالحة، مش لا، انما لازم الصالح يكون فيه علامات من علامات معاملة ربنا في حياته. انت علامات معاملة ربنا في حياتك فين؟ علامات ان الله يريدك فين؟ علامات ان الله، علامات حنان الله عليك فين؟ تيسيرات ربنا ليك في الهداية ايه؟ ايه التيسيرات اللي حصلت لك في طريق الهداية؟ ربنا دخلك بقى في طريق طلب العلم او في طريق الصحبة الصالحة او في طريق حفظ القرآن او في طريق قيام الليل او في طريق العبادة والتربية. لازم يا اخوانا ربنا فين في حياتك؟ ربنا فين في حياتك؟ العوام لما يكون هيقوم في البيت حريقة مثلا ويحصل حاجة ربنا يلطف، او هيحصل مشكلة وربنا يلطف، يقول لك ايه؟ حد عارف يقوله ايه؟ ربنا في بيتنا. كلمة كده عند العوام يقول لك ربنا في بيتنا، يعني ايه؟ يعني عايزين نقوله ربنا معانا، ربنا مش سايبنا. انت ربنا في حياتك علامات ان ربنا في حياتك، علامات معية ربنا ليك في حياتك ايه؟ يا اخوانا يجب ان نفكر، انت في علاقة خاصة بينك وبين الله ولا لا؟ سورة مريم بتفتح هذا الكلام، سورة مريم بتكشف الستارة وتتجلى قدرة الله بلا اسباب فيها. تلاقي طفل بيجي من غير اسباب، واحدة بتحمل وهي ما ينفعش تحمل اصلا، وراجل بينجب وهو خلاص كبر وما عادش بلغ من الكبر عتيا اي انتهى كل شيء، ما عادش فيه اصلا اسباب للانجاب عنده، وواحد بينجو من النار، وواحد ربنا بيكلمه، وايه ايه ده؟ قدرة الله بلا اسباب. وواحدة ربنا بيرزقها الحمل من غير زوج، وطفل بينطق في المهد من غير حاجة، وناس بتحفظ والدنيا كلها مجتمع عليها حفظ الله. سورة مريم بتكشف ستار الاسباب وتتجلى قدرة الله بلا اسباب، فبتعرف يعني ايه هو علي هين، بتعرف يعني ايه كن فيكون، تعرف يعني ايه قدرة الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة دي فين في حياتك مع ربنا؟ العلاقة دي فين في حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ سورة مريم تتحدث عن أسباب الاصطفاء. لماذا يصطفي الله خلقا دون خلق؟ ليه ربنا بيصطفي دي عن دي؟ ليه ربنا بيصطفي ده عن ده؟ ليه؟ لماذا يصطفي الله
خلقا دون خلق. ليه ربنا اصطفى عمر بن الخطاب مش عمرو بن هشام؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اعز الاسلام بايه؟ بأحب العمرين إليك يا رب يا عمرو بن هشام يا عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام أبا الحكم اللي سمي أبا الحكم من الحكمة اللي هو فيها. وعمر بن الخطاب لا كان أبا الحكم ولا حاجة، ولا كان حد مسميه أبا الحكم من الحكمة. يعني عمرو بن هشام ده كان مفكر فيلسوف يعني، يعني زي لو كان موجود الوقت كان زمان له عمود في أكبر جريدة، عمود يومي يعني، مش حاجة قليلة. ده تسمى في العرب أبا الحكم من الحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة في الأوقات العصيبة. وعمر بن هشام يعني تخيل، يعني يعني تخيل انت لماذا اختار الله عمر بن الخطاب؟ اللي ما الذي يجعل ده يختار وده لا يختار، ده يصطفى وده لا يصطفى؟ اللي بيخلي ايه مقاييس الاختيار، ايه مقاييس الاصطفاء؟ شيء وقر في القلوب، انت قلبك تحت نظر الله، ايه اللي في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى؟ هي دي اسباب الاصطفاء. عشان كده شفنا اشمعنى مريم واصطفاك على النساء العالمين، اشمعنى مريم في حاجه في قلبها، المجاهده اللي بتجاهدها في الصوره ده عشان توصل لربنا، والمكان الشرقي وتدبر في الشروق، والمجاهده في العباده واتخذت من دونهم حجابا، كل دي مجاهده من اجل ان تصل الى الله. عملت انت ايه عشان ربنا يختارك بقى؟ ده مريم عملته عشان ربنا يختارها. انت عملت ايه عشان ربنا يختارك؟ انت عملت ايه عشان ربنا يختارك؟ انه كان صديقا نبيا، صديقا الاول صدق ربنا، صدق انت، صدق انت نسبة التصديق في قلبك قد ايه؟ انت نسبة اليقين الراسخ في قلبك قد ايه عشان ربنا يختارك؟ طيب لو انت ما عندكش نسبة تصديق عالية، جهدك قد ايه من اجل تحصيل الايمان؟ جهدك قد ايه من اجل تحصيل اليقين؟ ما هي دي يا اخوانا ذكر رحمة ربك عبده، مش زكريا، عبده قبل زكريا. نظرة رحمة واحدة من ربنا غيرت حياة زكريا، ولكن نظرة الرحمة دي لمين؟ ما هو في اصطفاء عام، ان في 6 مليار كافر على وجه الارض، ربنا اصطفى منهم 1 مليار مسلم او 1.5 مليار مسلم، ده اصطفاء عام. انما في اصطفاء خاص بقى، ان ربنا يصطفيك ولي من اوليائه، ده اصطفاء خاص، ده اصطفاء من ربنا خاص. يبقى اسباب الاصطفاء، لماذا يصطفيك الله؟ لماذا؟ سورة مريم بتقول لك ربنا في ناس عملت ايه عشان ربنا، في ناس تعبت قد ايه عشان ربنا، في ناس حياتها دي كلها كانت مجاهدة من اجل ان تصل الى الله. فان فرحت فلله، وان حزنت فلله، وان اعطت فلله، وان منعت فلله. انت جهدك قد ايه منه عشان ربنا؟ قد ايه منه عشان توصل لربنا؟ كفاحك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك. انت كدحك عشان توصل لربنا قد ايه؟ كدحك عشان ترضي الله سبحانه وتعالى قد ايه؟ ولا يخاف عقباها. في ناس بتحسبها وهي رايحه لربنا، انا ممكن تروح مني دنيا، انا ما تحسبش عواقب وانت رايح لربنا، تحسبهاش، اقبل ولا تخف، اقبل ولا تخف. يبقى انت سورة مريم بتقول لك في ناس عملت ايه عشان ربنا؟ في ناس فخرج على قومه من المحراب بيحارب عشان يوصل لربنا. الآية اللي يعني اللي كانت يعني يعني بتألم على نفسي وانا اذكرها الايام السابقة، يعني ويمكن جايبة للواحد، مش عايز اقول شيء من الاحباط، ربنا ينجينا من الاحباط يا رب، انما شيء من الحزن على النفس. يعني قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف حال موسى، لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى مشغول بالله وهو في مهلكة دنيوية، يعني مش شاب وعايز يتجوز ومش لاقي، مش شاب وعايز مرتب ومش لاقي مرتب يكفي، ده واحد بيموت يا جماعة، ده واحد ومنطق الدنيا بيضيع ومشغول بالله. انا حزين يا جماعة على نفسي مش عليك، انا لا اعلم ما الذي في قلبك او في قلبك تجاه الله، انما احنا مش مشغولين بالله ليه؟ الواحد مش مشغول بالله ليه؟ الواحد اقل انشغال في الدين او في الدنيا بيربك له دماغه يخليه مش قادر يعيش بقلبه مع الله. ازاي نوصل لدرجة انشغال القلب بالله؟ ازاي نوصل لمقام سيدنا يوسف عليه السلام؟ إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، قلبي يميل عنك يا رب. نوصل لمقام حياة القلب مع الله، الإنسان اللي قلبه عايش مع جلال الله ومع أسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن سورة مريم نقلة إيمانية،
نقلة. يعني سورة مريم هتعمل لك طفرة إيمانية في علاقتك بربنا. ولكن لو فهمت الصورة كويس وشرب قلبك نماذج الصورة كويس هتنتقل لأفق إيماني تاني. تعرفين لما بنقول اللهم اغفر لي وارحمني ها واهدني وارزقني وعافني واشبرني وإيه وإيه وارفعني وارفع. يعني ارفعني يعني يا رب أنا عايز بدل ما أبقى وكيل وزراء أو وزير مثلا, أو يا رب أنا عايز بدل ما يبقى عندي مليون يبقى ارفعني يا رب, ارفعني في مقامات الإيمان, ارفعني عندك, ارفعني يا رب زي ما ربنا رفع أنبياء الوقت كده فهم يعبدون الله في السماوات. ارفعني يا رب, ارفعني, ارفعني في مقامات العبودية, ارفعني في الفهم, ارفعني في العزيمة, ارفعني إن في أعمال مش موجودة في حياتي هاتها في حياتي يا رب. ارفعني في الخشوع, ارفعني في عدد ساعات قيام الليل, ارفعني في الذكر, ارفعني يا رب, ارفعني في مقامات يقينا يا رب. في ناس اعلى مني بكتير في الايمان والعبادة واليقين, ارفعني في اليقين يا رب, ارفعني في العلم, ارفعني في الدين, مش ارفعني في الدنيا, ارفعني في الدين. انك انت تبقى قضيتك ازاي ارتفع في عين الله سبحانه وتعالى, ازاي اوصل لربنا اكتر من كده. سورة مريم هترفعك صورة بترفع, بترفع في كل حاجة. طيب سورة مريم طبعا رسالة للمرأة سميت باسم مريم الحائزة على جائزة نوبل مرتين. يعني سيدة مريم اتسمى باسمها سورتين, سورة آل عمران هي واحدة من الأربعة بتوع آل عمران, وسورة مريم. يعني سورة مريم دي يعني مريم دي يعني الشخصية انت عارف يعني حاجة غريبة. انت عارف مثلا ما اخد نوبل مناصفة مثلا مع ايه مع الشيخ محمد وبعد كده اخد نوبل لوحدي, فهو مين ده, مين الشخصية دي؟ ادي مريم بقى, بس مش نوبل الدنيوية الإيمانية بقى. يعني سورتين يتحطوا على اسمها, ده القرآن كله 14 سورة يا جماعة يتحط على اسمها على سورتين منهم. ليه عملت ايه؟ ده الأنبياء 124 ألف نبي ورسول. يعني أما شخصية واحدة يتحط اسمها على سورتين من 114 سورة, دي مين دي؟ ده عملت ايه دي؟ ده وفي السورة اللي ذكر قبلها المربي بتاعها اصلا زكريا ده المربي بتاعها قبلها واسمها هي اللي يتحط. ممكن الطالب ينبخ فوق المربي بتاعه؟ شوف انت وقلبك بقى, انت وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. سورة مريم رسالة للحركيين, رسالة للناس اللي بتتحرك من اجل دين ربنا في الدعوة او في اي صغر من صغور الدعوة. ان بجانب الشغل في الدعوة كان في العبادة. اوعى تحرق نفسك, اوعى تفتكر ان الدين شغله بس, اوعى تفتكر ان الدين جري وبس. لو العبادة راحت مش هتقدر تتحمل تكاليف الدعوة الى الله ابدا. ما لو انت بقيت الشيخ الالباني والحديث منك بيوجه الامة, اوعى تفرط في فرض العبادة بتاعك. لو انت بقيت الشيخ محمد حسن في الدعوة الى الله والملايين تنتظرك, اوعى تفرط في فرض العبادة بتاعك. لن تستطيع ان تكمل كلما دخلت في الدين اكتر بدون العبادة. تعرفين يا جماعة الملتزم في التزامه بيبقى عمل زي عربية 900 سي سي, اما بيستعمل في الدعوة بيبقى عمل زي عربية 1500 سي سي. احتياجه من البنزين زاد ولا قل؟ زاد. يعني اخلاص امبارح ما عادش ينفع النهارده. يعني انا امبارح كنت بقى وانا طالب كنت باجي الجماعة الشرعية واقعد في الحتة ديت او اركن في دار هنا في جلسة الضحى واقعد قاعد. حد عارفني؟ حش عارفني. حد له دعوه بيا؟ حش دعوه بيا. انا الوقت بدخل الجماعه الشرعيه بدي درس وبيحضروا قدامي اخوه واخوات. انا اخلاص امبارح ينفع النهارده؟ لو انا فضلت على اخلاص امبارح ممكن اتفتن بالناس اللي قاعده قدامي. امال ايه؟ لازم الاخلاص يزيد كلما زاد الاستعمال. والاخلاص مصدره العباده. الاخلاص مصدره العباده, يبقى لازم العباده تزيد كل ما استعمال ربنا ليك يزيد, لان هو ده الزاد بتاعك. خد بالك من هذه النقطه. سوره مريم رساله للمربين ورساله تبهر بالتربيه, لان اول قصه قصه زكريا وبعد كده ثلاث قصص لطلبه سيدنا زكريا, الثلاثه اللي تربوا على ايد زكريا. قصه يحيى بعدما اصبح قائدا من قيادات الامه العظمى, قصه مريم المذهله بقى. الله اكبر, هي التربيه بتطلع كده؟ امال احنا بناتنا مطفحيننا الدم ليه؟ مفيش تربية. امال احنا اولادنا ملطمنا ليه؟ مفيش تربية. عشان مريم تطلع كده في انسان فرغ عمره عشانها. قال تعالى كلما صغة استمرار دخل عليها. يبقى مربي منشن على طالب بعينه ومركز تربية خاصة. المحراب يعني انسان عابدة سيبها وتشغل عنها وشوف مشاغل الدعوة العامة. لا, ده الملتزم المجتهد ده هو اولى الناس بالاهتمام. ليه؟ لان ده اللي لو خد اهتمام بكرة ربنا ان شاء الله يستعمله في حاجة
حاجة تفيد الأمة بإذن الله. بكرة كلما دخل عليها زكريا المحرم وجد عندها رزق قال يا مريم أنا لك هذا. حوار يبقى وراء لما تبهر بمريم وتبهر بإيمانياتها وتبهر. أول ما دخل عليها جبريل قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. بنت عندها 13 سنة دخل عليها راجل بتقول له أحسن لك أخرج من هنا، انت مش عارف اللي ربنا هيعمله فيك لو مديت ايدك عليا. ايه ده؟ جابت اليقين ده منين؟ جابت اليقين والصلاه بالله دي منين؟ قال لا، واحده متربيه ليه؟ اللي بيفسر المستوى اللي وصلت له مريم ده كلما دخل عليها زكريا المحراب ان في مربي. طب واللي بيفسر ما وصل له يحيى ده جيب منين؟ شوف سيدنا زكريا بيرسم خطه بناء يحيى، بيقول له واني خفت الموالي من ورائي. يعني سيدنا زكريا خايف على الدين من الفجرة وتجار المخدرات بتوع مصر واصحاب الديسكوهات بتاعت شارع الهرم والفجرة والفاجرات والظالمين المتربصين بأهل الحق، ولا خايف على الدين من اهل الدين؟ خايف على الدين من مين؟ اهل الدين. اني خفت الموالي، الناس اللي ورايا، انا مش خايف على الدين من الفاسدين. كلمة الحق تقسم ظهر الف فاسد، انما خايف على الدين من الملتزمين الحقيقة، خاف على الدين من الناس اللي الدين بالنسبة لها موقع وخلاص وانها تتصدر، مش عايشة حياتها عشان ربنا يعرف وعشان ذكر الله يعلو في القلوب والألسنة. خاف على الدين من الملتزمين نفسهم، ان هم اللي يبيعوا القضية، ان هم اللي يتحمقوا على قضية الدين، ان يحولوا الدين لصراعات دينية تدمر طاقة التيار، بدل ما الدين يبقى رحمة في حياة البشر. خاف على الدين. اني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ايه؟ اربع حاجات. سيدنا زكريا اشترط لبناء يحيى اربع حاجات: خطة بناء قائد للأمة، خطة تربية انسان يغير الدنيا. اربع حاجات. رقم واحد ايه؟ قول يا رقم واحد ايه؟ فقبل من لدنك. اللي ورا ما بيتكلموش ليه؟ ها رقم واحد ايه؟ وليا. اتنين يرثني. تلاتة يرث من آل يعقوب. اربعة اجعله رب رضية. اربع حاجات هي دي التربية. اول حاجة ولي. ولي يعني ايه؟ ولي من اولياء الله. تتولى انت يا رب امر تربيته وليس انا. يبقى قبل ما يقول انا هتعب معاه و يا رب انت الاول تتولاه، انت الاول تختاره. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا. الاول ربنا يقبلك، ان يقبلك الله، ان يختارك الله، ان يريدك الله. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أن يريدك الله، والله يريدك إن أردته، والله يختارك إن اخترته، والله يختارك إن علم في قلبك الخير والإقبال عليه. هي دي، إن ربنا يختارك مش حاجة صعبة زي صلاة الجماعة كده عامل زي الانترفيو في شركة. الوقت شركة كذا شركة مصر للبترول عملت انترفيوهات وقبل الناس وانت ما روحتش، فتاني يوم بتقرا في الجورنال اسماء اللي اتقبلوا ما لقيتش اسمك، فانت زعلان قوي. ازاي اسم ما يتقبلش؟ ليك حق تزعل اذا كنت انت ما روحتش انترفيو اصلا، انت اصلا ما جيتش في محل اصطفاء الله للناس. انت عايز ايه؟ انت زعلان ان ربنا ما اختاركش ليه؟ انت لم تتعرض لان يختارك الله اصلا، انت لم تتعرض لنفحة الاختيار من الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا اخواني في الله، قضية الايه قضية الاربع شروط اللي سيدنا زكريا حطهم لي. اول حاجة ولية، يا رب انت اللي تتولى تربية، الاول انت تقبله. رقم اتنين يرثني. العلم الشرعي لازم علم. الاخ اللي ما بيطلبش علم ما انتش هتعمل حاجة، انت حر، ما انتش هتعمل حاجة. الاخ اللي مش هيطلب علم مش هيقدر ينصر قضية الدين. لازم تطلب علم، ولازم تتعلم تجويد، ولازم تحفظ قرآن، ولازم تعرف فقه وعقيدة، ولازم تتعلم تفسير وحديث، لازم على مدى سنين، بس لازم تطلب علم، ولازم تحضر الدروس العلمية.
مش بتحضر بس دروس وعظية وإيمانية، لازم دروس علمية، لازم تحضر للشيخ مصطفى العنوي، لازم تحضر للشيوخ والعلماء أيا من كان وأيا مكان. رقم ثلاثة، ويرث من آل يعقوب، مش هقفله عليا يا رب، مش هخليه يحضر الدرس بتاعي بس ومالوش دعوه بحاجة تانية في الدنيا، هينفتح على كل من ينفعه في دينه. فيطلع إنسان إيه؟ يطلع إنسان إيه؟ يطلع رقم واحد انسان متوازن. ليه؟ لانه هو، انا مثلا بحب الدعوة، هكلمك عن الدعوة، في واحد تاني بيحب العلم، هكلمك عن العلم. لو انت حضرت له بس هتطلع بطالب علم ما بتشتغلش في الدعوة، ولو انت حضرت لي بس هتطلع مثلا شغال في الدعوة من غير علم. طب لما تحضر للكل تطلع متوازن ومتكامل. طب وايه كمان؟ لما ينفتح تربويا على الجميع هيطلع ايه كمان؟ يطلع متسامح. لما يجي مثلا حازم شومان متعصب وعايز يخليه بتاعه بس، يقول له تعالى يا، يقول له ايه؟ يقول له خد بالك، ده مفيش حد اصلا عارف ربنا غيرنا. ازاي هو كده؟ احنا اللي فاهمين المنهج، واحنا اللي لو اتطبق كلامنا اللي بنقوله هنا الامه كلها تنصلح، انما التانيين يا عيني تايهين ومش عارفين حاجه، وعلمهم ضعيف. يقول له ازاي يا شيخ؟ قال لها ده فلان كان بيكلمنا عن ربنا كلام زلزل لقلبي، ازاي تقول لي انه وحش؟ وفلان اما نزلت معاه في الدعوه وفي الاعمال الخيريه كان اسد، ازاي تقول لي انه وحش؟ وفلان لما سمعته بيدي للناس فتاوى شرعيه كان نور خارج من بقه، ازاي تقول لي انه وحش؟ يبقى اللي شاف الكل، في واحد هيعرف يخليه متعصب؟ واحد هيجي في الاخر يحطك في جيبه ويقول لك انت بتاعه بس؟ هتقول له لا، ده انا بتاع ربنا. ليه؟ لان اوعى تقول لي ان كل الناس وحشه واحنا بس اللي حلوين. يبقى التعصب في الجماعات سببه ايه؟ ان الفرد اللي مشي مع الجماعات ما سمعش غيرهم، فهو مش عارف، انما اللي هيسمع من الكل هيعرف ان الكل عنده خير، حتى لو هو ماشي مع ده كفريق عمل ومندمج معاه كفريق عمل، الا انه مقدر الخير اللي عند الجميع، الا انه مقدر ان الكل عنده خير. فانسان متسامح، انسان متسامح، يبقى يرث من آل يعقوب. واجعله رب ايه؟ راضية، راض عن الله وراض بالله، مش راضي بالكرسي وبالموقع. مصيبة الواقع اللي كان عايش فيه سيدنا زكريا ايه؟ تعصب والتطحن الداخلي. هو مصيبة الواقع دلوقتي ايه؟ هي ايه كارثة الواقع؟ التعصب والتمزق والتضامر، ان احنا عايشين في ارخبيل زي الارخبيل الاندونيسي كده، 10,000 جزيرة كونوا دولة. احنا الطيار الاسلامي دلوقتي 10,000 جزيرة كونوا دعوة. التباعد والتضابر والتفرق والتمزق وعدم التعاون، وهجر قول الله واشركه في امري، وهجر قول الله وتعاون على البر والتقوى. انا بتعاون مع اللي بيسمع كلامي بس، انما قدره على ان احنا كلنا نبقى حاجه واحده وماشيين مع بعض صعب. شوفوا الروشته يا جماعه، ناس فاهمه يا جماعه. يبقى ورا سيدنا يحيى، لما طلعت بقى يحيى خذ الكتاب بقوه، حنانا زكاه تقيه برا سلام عليه، تنبهر بالصفات ولا تنبهر بالمجهود اللي اتبذل معاه؟ تنبهر بالتربيه، النموذج ده وراه تربيه. سيدنا عيسى لما قال مباركا اينما كنت كان وراه تربيه، تربيه. يبقى القضيه ان انت تتربى، القضيه ان انت تتربي. عايز تطلع بطل اتربى، اتربى على ايد كل من يربي وكل من يقول لك انا استطيع ان اوصلك ولو خطوه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. التربيه يا اخوان ان انت يبقى ليك مربي، ان انت يبقى ليك من يربيك ومن يوجهك ومن يعلمك. ولو الواقع الوقت مليان مربين يبقى خد من ده جزء ومن ده جزء ومن ده جزء ومن ده جزء، وتربى صح وتبنى صح، اطلع انسان مليان تقدر تخدم دين ربنا. يبقى سورة مريم سورة تبهرك بالتربية، تبهرك بالتربية وتبهرك بثمرة التربية. اذا التزم على يديك 1,000 رجل فانت عبد صالح، وإذا تربى على يديك رجل واحد فأنت ممن يصنعون التاريخ. التربية دي زي بالظبط كده نموذج يحيى ومريم وعيسى. انت بتطلع رجالة بيغيروا التاريخ، بيغيروا الواقع. انت بتطلع ناس
تقدر انها تواجه الواقع. انما الملتزم اللي دخل البنت اللي ماشيه متبرجه وماشيه ما شاء الله لا قوه الا بالله حلق شعرها ومشيت عليه وقام جوزها مش عارف يعمل ايه معاها عايزه تتحجب مش عارف قام جايب لها درس الشيخ فلان عن الحجاب. سمعت الدرس لطمت يا نهار اسود ده انا راح في ستين مصيبه. قامت لابسه النقاب وبعد كده عملت ايه؟ بعد كده قعدت في بيتها. النتيجه بتاعت طريقه الدعوه دي ايه؟ ان بقت بتشوف منقبه مكشفه لك نص وشها وحاطه لك سبع انواع كحل في عينيها سبع انواع مكشف عينيها وماشيه، وما بتشوف منقبه واقفه مع شاب في الشارع اجنبي وبتتمشى مع الكورنيش، وثمرت ان واحد قام داخل سمع درس عن الموت اتزلزل قام رب دقنه وبعد كده قام عايش حياته تاني. انا بقيت عم الملتزم وخلاص وخرج من المسجد بقى يواجه حد. ثمرتها ايه؟ انك ممكن تقابل ملتحي نصاب، وممكن تقابل ملتحي بيكذب، وممكن تقابل ملتحي. هو ايه القضيه؟ القضيه يا جماعه ان الوعظ حاجه والتربيه حاجه، ان الوعظ شيء والتربيه شيء، ان مش معنى انك التزمت انك اتربيت. التزمت دي الحمد لله خلاص تبت يا ليك يا رب، انما اتربيت ده طريق لازم تمشي في وسط بيئه الايمان من اجل ان تصل الى التربيه، من اجل ان تتربى. اوعى تعتبر انك انت تبت معناه انك اتربيت، او انك انت انتقبت تبقى اتربيت. ان انت لسالك كتير يا ابني، انت لسالك سنين حتى تموت. في سوره الحجرات، سوره الحجرات نازله في عام ايه؟ انت اياه سورة الحجرات نازلة في عام ايه؟ هو ايه اخويا ده؟ سورة الحجرات نازلة في عام الوفود، يعني سنة 9 هجرية، يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة. اول سورة الحجرات ربنا بيعاتب مين؟ بيعاتب مين؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الرسالة دي كانت لمين؟ صحابة مين؟ سبب نزولها نازله في اثنين من الصحابه، هم مين؟ ابو بكر وعمر، اللي النبي لسه سنه ويبقوا خلفاء الامه. يعني ايه؟ يعني انت هتفضل تتربى للنهايه يا حبيبي، يعني مفيش حد هيكبر عن التربيه يا حبيبي. يعني يا حبيب قلبي لما تطلع لي على منبر وتدي لي خطبه ما تعمليش ما تجيش تعمل عليا شيخ. انت طالب للنهاية الى ان تموت. كلنا طلبة عايزين نتربى عشان نوصل لربنا، كلنا طلبة دين يا اخوانا. القرآن بيعلمك الدين، القرآن بيفتحك على الدين، القرآن فعلا ايات الكتاب المبين. طول ما احنا مرتبطين عشان كده انا ليه شرحت سورة مريم؟ فضل الله لسنا مرة واحدة ان وقفنا مع الصلاة وبعد كده هي مرة واحدة ونعمل الامتحان ان شاء الله مش مع كتاب الله. يعني بفكر يا اما ناخد سورة تانية يا اما اديكم سلسله كده، يعني سلسله عن ايه؟ عن بدايه، عن يعني حاجه معينه برضو تبع القران، حاجه معينه برضو تبع التربيه بالقران، الشحن التربوي من اجل الانطلاق الى الله بس من خلال القران. ايا ما كان القران اللي هيوصلك لربنا، القران والسنه النور ده هو اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى. اوعى تعتبر ان انت اتربيت لسالك كتير ومحتاج مجهود كبير. وسوره مريم هتبقى نقله في حياتكم سواء في الفهم او في العزيمه الايمانيه أو في التربية. من كثير اللهم ارب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة محمود الذي وعدته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد إخواني في الله، مركزين معايا؟ ها؟ مركزين؟ الرجالة اللي قاعدين ورا دول قاعدين ورا ليه؟ تعال قرب. أهلا تعال تعال قرب يا جدع. قربوا يا إخواني قربوا. اخو الرجاله اللي قاعدين ورا ظهرك تعبان في حاجه؟ قرب قربوا يا جماعه، قرب يا شيخ قرب، جرب تقرب. هو لازم هو قرب قرب. يلا يا عم قرب. يعني ابنك ولا ايه؟ تبعك؟ ها؟ طب كويس تبعك، طب كويس تبعنا يعني مش مشكله. يلا يا جماعه قربوا. شيخ احمد، شيخ احمد وسيم مش عايز تقرب ولا ايه؟ جرب تقرب كده تلاقي نفسك اتبسطت والله، يعني الصحبة الصالحة حلوة. بس يا سيدي راحت معيطة. المهم يا اخواني في الله، سورة مريم من ضمن اللمحات اللي فيها، بصراحة انا بيتنازعني ملمحين، ولكن من ضمن اللمحات اللي انا هبقى زعلان قوي لو خرجت من غير ما اتكلم عنها، ملمح الدعوة في حياة الانبياء، ملمح الجهاد الدعوي في حياة الانبياء في هذا الواقع الرغيب.
قلتلكوا قبل كده في سورة مريم لو بصيت بره الشباك قلبك هيقف. انت شايف سيدنا زكريا قاعد يعبد ربنا جوه المحراب، سيدة مريم قاعدة تبص للشمس وهي بتشرق وقلبها بيتفطر ودموعها على عينيها وهي بتقول سبحانك يا الله. قاعد تشوف منظر الانبياء وبعدين يعبدوا، بتقالك ان الدنيا بره بقى ايه، الدنيا ماشية بيس بقى. لو بصيت بره الواقع ملتهب. قلت لكم ده كانت صفر ميلاديا، سنة صفر ميلاديا كانت من اخطر الفترات النارية اللي مرت بالكرة الارضية. ولكن تعال شوف الانبياء عملوا ايه في الدعوة الى الله. يا اخوانا كلما ازداد الواقع صعوبة كلما كان امامنا طريق عظيم من اجل الدعوة الى الله. انا شايف الوقت فرصة، والله العظيم فرصة. الناس لو التزمت والمجتمع اتملى صلاح هتجد كل هتقولي ده صلي يقولك ما انا بصلي، هتقولي دي صومي هتقولك ما انا بصوم، هتقولي تدوري على واحدة تدعي للحجاب هتلاقي كله لابس الحجاب. يا اخوانا ده احنا في فرصة ان الناس الوقت محتاجة اللي يكلمها عن ربنا سبحانه وتعالى. فرصة يعني قدامنا فرصة ان نعمل عمل الانبياء وهو الدعوة الى الله. شوفوا سيدنا زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. أوحى إليهم إزاي؟ سيدنا زكريا لم يكن ينطق، ما عادش بيقدر يتكلم ثلاثة أيام، فكان بيتكلم بإشارات أو بيتكلم بأي طريقة. يعني الداعية لما بيتقفل قدامه قنوات الوصول للناس، ما هو معنى أن أنا لساني وقف، ما ممكن دي تعادل أن القنوات الفضائية اتقفلت، صح ولا لا؟ ما ممكن دي تعادل أن اتقفلت شبكة النت مثلا، صح ولا لا؟ أي مكان ما ممكن ده يعادل ان درس اتمنع. سيدنا زكريا سكت. سيدنا زكريا كافح من اجل ايصال الدين للناس باي طريق. يبقى الكفاح الدعوي ان ما فيش حاجة اسمها ان يتقفل بينه وبين الناس. انا هكافح من اجل توصيل الدعوة الى الناس، من اجل ان اوصل. واحد يقولك طب والوقت كده احنا كده امتى بقى الدين يقوم في المجتمع التمكين؟ يا ابني انا مالي بالتمكين يا ابني، التمكين ده هدية من الله ان استقام الصف. زي ما اب يقول لابنه يا ابني لو نجحت في الثانوية العامة بمجموع 99% اجيب لك عربية بي ام. الوقت فضل يفكر في البي ام لحد ما صوت. يا ابني دي جايزة لو انت نجحت. فجيه يقول لابوه فين العربية؟ قال له ما انت صوت. احنا الوقت بنقول فين التمكين؟ هو انتوا ذاكرتم؟ هو انتوا استقمتوا على طريق الانبياء وطريق الدعوة الى الله؟ فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. كلمة سبحوا بكرة وعشية هي الفرق بين الداعية وبين المربي. الداعي ممكن يحضر درس عن الصلاة ويطلع يقوله ويروح بيته انا مالي انت صليت ولا ما صليتش، انما المربي بيقاتل عشان الناس تصلي، مش يقول لهم صلوا ويسيبهم ويمشي، يقاتل عشان الناس تطبق الدين، عشان الدين يبقى تطبيق عملي. سيدنا زكريا بيقول لهم سبحوا، بيستثمر الفرصة والآية ان يدفع الناس الى العمل. داعية بيحرك الناس، داعية مش بيدي درس ويمشي، داعية بيحرك الناس في العمل الصالح، داعية بيثير همم الناس على العمل. لان الناس لو اتحركت في العمل الصالح، العمل الصالح يربيها وهيبنيها ويوصلها بربنا وهيخلي ذنوبها تتغفر وهينزل الفتوحات اللي ممنوع عليها بسبب ذنوبها. يبقى ان احنا نفهم ان وظيفتنا ان نحرك الناس في العمل الصالح، مش قضيتي ان انا بقول للناس كلام وبعد كده ماليش دعوة، انا بحرك الناس في العمل الصالح. يبقى هي دي قضية كلمة سيدنا موسى وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. عالجت يعني مريض وأنا بعالجه، مش قضية إن أنا بقول كلمتين واللي عايز يصلي يصلي اللي مش عايز ما يصليش. إحنا بنكافح من أجل أن تتحول المعلومات إلى معمولات، من أجل أن يتحول العلم إلى عمل. احنا بنكافح يا جماعة، هي دي التربية. سيدنا زكريا بيكافح مع الناس، بيكمل مع الناس الطريق. عشان كده سيدنا عيسى وجعلني مباركا ايه؟ اينما كنت منتشر في كل مكان يكلم الناس عن ربنا. كل حته هروح هتكلم عنك يا رب. يا رب انا هنزل سيكشن هبقى طالب في الجامعه هاملى الجامعه كلام عنك يا رب. يا رب انا هروح بيتي هتكلم مع مراتي واولادي او مع ابويا وامي عنك يا رب. يا رب انا هقف مع اصحابي في الشارع والمنطقه هكلمهم عنك يا رب. يا رب انا هشتغل في اي مصلحه حكوميه هتكلم عنك يا رب. يا رب انا تاجر وهسافر الصين هكلم الصينيين والمسلمين اللي تايهين لك عنك يا رب. يا رب مباركا اينما كنت، انا ساحمل قضيه الدعوه حيثما حملتني قدماي. انا
أنا سأتحرك بالكلام عن الله في أي مكان أذهب إليه، أي مكان أنا رايح المكان ده ليه؟ أنا هتكلم عنك في كل مكان، أنا هكلم كل الناس عنك يا رب، أنا هعرف كل الناس جلالك يا رب. وجعلني مباركا، سبب للبركة والخير والفتح، سبب للنور والهداية، سبب للراحة والسعادة في كل مكان يروحه. ليه؟ لأنه يستصحب الكلام عن الله في كل مكان يذهب إليه. هو ده الدعية إلى الله، هو ده وصف الإنسان صاحب الرسالة. الدعوة إلى الله مش درس ساعة في الأسبوع، الدعوة إلى الله حياة، حياة. عشان كده الإخوة اللي بينزلوا جولات، لما بينزلوا في الأول بنقول جولة، انزل جولة، بعد شوية بنقول خلي حياتك كلها جولة. راكب مواصلة كلمه عن ربنا، رايح تتعالج عند دكتور كلمه عن ربنا، داخل بيتك اتكلم عن ربنا، قابلت واحد صاحبك من زمان اتكلم عن ربنا، اتكلم عن ربنا. خلي الحماس الدعوي ده حماس الأنبياء، هو ده القرآن يا جماعة. أنا مش بألف الوقت، أنا مش بدي درس عن الحماس الدعوي من دماغي، أنا بشرح كلام الله، انا بشرح لك الكلام ده معناه ايه. زي سيدنا ابراهيم في الصفحة اللي بعدها، اذ قال لابيه يا ابتي، واذ هنا دي اللحظة اللي ربنا رضى عنه فيها انه كان صدقا نبيا. اذ اهل التفسير يقول لك اذ دي يعني اعظم لحظات حياة هذا النبي، او اكثر اللحظات التي رضي الله عنه فيها، او سبب اصطفاء ربنا ليه، يعني ما بعد اذ دي العمل العظيم اللي ربنا قبله بسببه. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع، يا ابتي اني قد جاءني من العلم، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. مش لازم يكون قال له الأربعة في وقت واحد، مش لازم يكون قال له الأربعة في جلسة واحدة. ده معناها يا جماعة ان احنا مش بنكب الكلمتين للناس ونطلع نجري، انه بدون الاستمرار لن يصل الناس الى الله. عشان كده ربنا يقول لك ايه، كلا ايه سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. الموضوع مش مرة زجرت الناس ونهيتهم، ده لازم مرة بعد مرة، ده لازم تستمر الدعوة الى الله. ما فيه اخوك مش هيلتزم من مرة قعدت معاه فيها، صاحبتك مش هتلتزم من مرتين كلمتهم فيهم، الشباب مش هيلتزموا معاك في الدفعة ولا في السكشن بمرتين كلمتهم فيهم، لابد من الاستمرار. يبقى يا أبتي يا أبتي يا أبتي، جهد الاستمرار في الدعوة إلى الله، إن مش فترة اتشحنت واتكلمت عن الدعوة في كل مكان وبعد كده قمت هادي، اتهتيت بقى ونزلت على مفيش، اتهتيت. ما ربنا بيقول فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما إيه وما استكانوا وما استكانوا. الكلمة اللي لما جت كل حاجة انتهت، كلمة إيه الكلمة اللي لما اتقالت الجملة خلصت، كلمة ايه؟ استكانوا. كلمة استكانوا، ما وهنوا، بدأ الضعف يجي من جواه، ما حدش عنده العزيمة الإيمانية انه يتكلم عن ربنا. وما ضعفوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بسبب الظروف والمشاغل والمشاكل والابتلاءات وتهديدات أهل الباطل، وهو بدأ من جواه يتكسر. بعد كده ضعف، ضعف يعني ايه؟ بدأ مجهوده في الدعوة نفسه يضعف. بعد كده استكانوا. شيخ الشعراوي قال لك يعني استكانوا، قال لك من الكون أن أفكر في كينونتي، أن أفكر في موقعي، أن أفكر في نفسي. ساعة ما تنتقل من التفكير في الدين والرسالة وأن تكون كلمة الله العليا، وهتبدأ تفكر في نفسك، وهتبدأ تفكر في مكانك في الدنيا والدين، اللحظة دي كل حاجة هتخلص. ليه؟ مش قضية انك تسعى لرزقك، ما تسعى لرزقك، انما انت بقى دماغك خلاص بعد ما كان احلام حياتك ديني هيوصل لايه، والمجتمع يعرف ربنا ازاي. بقيت بتفكر في نفسك وفي موقعك وفي مركزك، بقيت بتفكر في كينونتك انت بقى، مش في كينونة الدعوة. زي ما ربنا بيقول واصلحوا ذات بينكم، اخرج من ذاتك لذات كبيرة، اللي هي ذات الدعوة الى الله، اللي هي ذات الصف الاسلامي، مش لذاتك انت اللي خربت الدنيا بسبب، خربت الدنيا بسبب التفكير فيها. يا ابتي يا ابتي يا ابتي، في مجهود، وكل ده يقول له لا ارجو منك، يقول له سلام عليك. ما بنتنفسنش على الناس، ما بنتنفسنش. الناس لما بتتنفسن قدامنا انا ما بتنفسنش عليها، الناس لما بتشتم انا مش هشتم، انا رحمة كالشجر، يقذفنا الناس بالحجر فنقذفه بالثمر لحد ما الناس تصدق ان انت رحمة. عشان كده ربنا بيقولك على سيدنا يحيى وحنانا من لدنا حنان. الناس غلابة يا جماعة، كلكوا غلابة، كلكوا قاعدين زي اليتامى. انت ممكن تكون قاعد دلوقتي الله اعلم انت حاربت في بيتك قد ايه عشان والدك يسيبك تيجي الدرس النهاردة اصلا. انت ممكن تكون جاي الله وحده يعلم انت يعني حاربت جوه نفسك مخاوف قد ايه عشان تيجي، او انت واجهت مشاكل قد ايه عشان تيجي، او انت واجهت قلق قد ايه عشان تيجي. الله اعلم.
الملتزمين في مثل هذه الأزمان غلابة محتاجين حنان. يعني إيه حنان؟ الحنان ده صفة الأم والأب. طب لما المجتمع يبعد عن ربنا ويبقى الأم والأب أكتر ناس بيحاربوك في التزامك، وممكن زوجك بيحاربك في التزامك، وممكن مراتك يعني تحاربك في التزامك، ممكن ممكن في الواقع ده بيبقى الملتزم عايز أب في الدين بقى، عايز أبوة دينية. الأخ اللي شغال في الدعوة عايز أب، عايز حضن، عايز أبوة، عايز رعاية، عايز حد يسأله عملت إيه يا ابني، أخبارك إيه، أخبارك إيه في المشكلة الفلانية، ماشي في الطريق ولا وقفت. حنان يا جماعة، صفة الحنان. إزاي يبقى في قلوبنا الحنان على بعض؟ إذا الحنان غير الرحمة. الرحمة ده أنا برحم الكافر، أنا ممكن أشوف واحد كافر، يعني قريب مثلا كان في واحدة غير مسلمة وعرفنا أن عندها ظروف ساعدناها، وهي غير مسلمة عرفنا أن عندها ظروف، ليه؟ رحمة، غصب عنك مش قادر، أنا هتألم قلبيا أن أنا ما ساعدهاش. إنما الحنان ده، حنان ده اللي هو معاه الحب بقى، الحنان ده اللي هو عاطفة الأم تجاه ابنها، عاطفة الأب تجاه ابنه. الحنان يا جماعة، حناننا على بعض فين؟ الملتزمين محتاجين حنان، محتاجين حضن، زي ما ربنا قال واخفض جناحك لمن اتبعك. اخفض، قال لك الطير لما بيجي بيحضن افراخه بيخفض جناحه اليوم عشان ياخدهم في حضنه. محتاجين حضن يا جماعه، الناس محتاجه حضن، الشباب اللي في قلبه خير ومش لاقي حد يكلمه عن ربنا محتاج حضن، الناس اللي عايزه تدخل طريق ربنا ومش عارفه محتاجه حضن، الناس محتاجه حنان، مش محتاجه توحش، مش محتاجه شده، محتاجه حنان. المعنى كبير، واللفتات الدعويه في سوره مريم لفتات عظيمه جدا ولفتات عاليه جدا، وانا يعني مش عايز اطيل عليكم، ولكن يا اخواني في الله المفروض ان احنا النهارده كنا نتكلم عن ايه؟ عن الخشوع، لا مش عن الخشوع في الصلاه، كنا نتكلم عن ايه؟ عن ترك الصلاة. واحنا امبارح اتكلمنا عن المرة اللي فاتت كان الدرس اسمه ايه؟ نور حياتك بالصلاة، نور حياتك بالصلاة، وقلنا ان المرة دي هتبقى المرة التانية، ولكن انا تحسبت ان في ناس كتير ممكن هتبقى محتاجة الدرس ومش هتيجي، فقلت خلاص نأجله مرة جاية، ولعل ده خير. خلاص، مين اللي هيشارك في حملة الصلاة للمرة الجاية بحقه حقيقي بقى؟ مين اللي هيشتغل في الدعوة إلى الله وفي كلام الناس عن الصلاة المرة الجاية؟ مين؟ يعني لما نقول محتاجة صلي، الناس محتاجة صلي، مين اللي يشارك في الدعوة إلى الله في الصلاة؟ أدي واحد، اثنين، عشرة، عشرين، بس، خمسين، مية، ها؟ فين الباقي اللي مش رافع إيده؟ مش رافع إيده ليه؟ مش رافع إيدك ليه؟ أيوة كده، ارفع إيدك، ارفع إيدك، ارفع إيدك، جدع. رفعت ايدك، انت الوقت رفعت ايدك ليه ولا ربنا؟ لربنا، يبقى انت كده اتورطت، انت لازم كده تتكلم الناس عن الصلاه. ربنا يحفظك حبيب قلبي، نزل خد يا عم احنا خوفناه، اديله ديت ايه؟ خد يا عم، خد ودي اللي وراك، بس بعد الصلاه مش دلوقتي، خليها بس قدامك كده لحد بعد الصلاه. ربنا يبارك فيكم. عايزين يا اخواني في الله، عايزين نكلم الناس عن الصلاه، عايزين المره الجايه ديت نكلم اكبر عدد في الدنيا عن الصلاه باذن الله سبحانه وتعالى، شباب وبنات وكله. المره اللي فاتت انا لا شميت ريحه برفانات في المسجد، ولا شفت شباب داخلين بسلاسل وانسلات ولا حاجه، ولا شفت بنتكورات وشرطات ولا حاجه، شفتش الكلام ده، ولا نص الشباب انتكسوا. المفروض ان لو كانوا الاخوات اشتغلوا صح الاسبوع اللي قبل اللي فات كان نصكم انتكسوا وما جاش المره دي، صح ولا لا؟ من الفتن اللي انت شفتها تحت، ما المفروض لو الاخوات اشتغلوا هيجيبوا البنات الغير ملتزمه، صح ولا لا؟ وانتم ملتزمين سيس، يعني على قدكم، يعني ملتزمين على ما تفرج، فانتم المفروض اول ما تشوفوا مناظر الفتنه تنتكسوا. معنى انكم ملتزمين وثابتين وجيتوا المره دي معناها ايه؟ ان الاخوات ما شافوش شغلهم، صح ولا لا؟ يبقى معنى ان الاخوه، يبقى احنا عايزين ايها الاخوات تحت، عايزين نص الاخوه ينتكس المره الجايه، عايزين نص الاخوه تيجي كده تقول لا خلاص يا عم مش هقدر اكمل معاكم في السكه دي. يعني لازم نشتغل يا جماعه، عايزينكم تشتغلوا حبيب قلبي، عايزين الشباب اللي عمره ما صلى، اللي عمره ما سجد، قول له تعالى بس، تعالى حبيب قلبي، والله لن تجد إلا الحنان، ولن تجد إلا الحب، ولن تجد إلا الاحتضان، ولن تجد إلا ناس بتحبك وخايفة عليك. عايزين المرة الجاية ده يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول له نور حياتك بالصلاة، واحنا بنكلمه عن محتاج أصلي، نكلمه أنت محتاج تصلي قد إيه؟ واحنا بنكلمه عن الصلاة، اللي مش هيصلي ده ممكن يخسر قد إيه؟ إزاي أنت الخسران؟ واحنا بنكلمه عن شبهات ترك الصلاة،
انت ما بتصليش ليه؟ اقول لك انا ما بصليش عشان كذا وكذا وكذا وكذا. واحنا بنرد على هذه الشبهات لان المره الاولانيه ما كفاتش، اتكلمنا عن معاني مهمه جدا معينه، ولكن عايزين نتكلم عن معاني ثانيه كتير جدا، وعايزين نتكلم مع تهريك الصلاه، وعايزين نتكلم. يبقى هتشتغلوا في الدعوه الى الله الاسبوع ده ولا لا؟ مستعدين ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله ربنا يسددكم، والاخوات طبعا تحت باذن الله سبحانه وتعالى بالتاكيد مستعدين، وبالتاكيد هيبقوا اسود. والمره الجايه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى الدرس الثاني، احنا لسه واقفين عند قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لسه واقفين، باقي السوره كله هيتجاب في مره واحده بس، المتبردون على الله ولا يذم الله. النص الثاني من السوره بقى المتبردون على الرحمن. النص الاولاني من السوره المقبلون على الرحمن. النص الاولاني من سوره مريم الذين اقبلوا على الرحمن فغمرهم الرحمن بالنفحات والعطاءات والكرامه والهدايات والفتح والسداد. النص الاولاني من السوره كله عطاءات للمقبلين على الرحمن. النص الثاني كله ماذا فعل الله بالمتمردين على الرحمن الذين تبعوا. احنا قلنا اسم الله الرحمن ذكر في اسم في سوره الرحمن مره واحده، وذكر هنا في مريم كم مره. يعني اللي مش هيفهم سوره الرحمن من مريم ما هوش هيفهمها. يبقى المره الجايه ان شاء الله باذن الله المره الاخيره في مريم اللي هيبقى بعدها الامتحان بقى ان شاء الله. الامتحان غالبا هيتعمل عصر الجمعه اللي ايه بعد ما نخلص، هندي للناس فرصه مثلا اسبوعين ويبقى عصر الجمعه ونكمل احنا في القافله الدعويه بتاعتنا باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لازم نقف مع موضوع الصلاه، ما يعني ما ناكلش الموضوع ونجري يعني. ان شاء الله باذن الله مستعدين ان شاء الله يا اخواني في الله. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.